كعرضتي فكرة الزواج على أهلك وقالوا لك لا لا، كان نسبة كبيرة وكبيرة بزاف من البنات بمجرد أنه أهلهم يقول لهم لا لا، ولا باباها يقولها مانيش قابل، ولا أخوها يقولها مانيش قابل، تلقاي البنت تحوس على بدرجة أولى على رضا الأب وعلى رضا الأهل، بعدين باش يجي رضا الحبيب هذا. أنت وعلاش حرقتي المراحل مباشرة ورحتي مع هذا السيد؟ أنه حبيته ما قدرتش نستغنى عليه. يعني بديت مع بابا في أمور، هدرت معاه، يعني أني حباته، يعني نقدر نعيش معاه، يعني واجبني بابا أسكوك قادرة تحمل المسؤولية تاعك من القدام وحدك بلا ما أنا نتدخل فيها، قلت له أنا قادرة. فمع مرور الوقت قال لي كما حبيتي. فبعد كين كانوا أمورات يعني العائلية ما حبوش، فخرجت من البيت العائلة تاعنا. خرجتي هربانة ولا خرجتي؟ ايه خرجت مع رجل هربانة. ايه بعد بيت زوجته؟ ايه بعد مراها بسمانة مور خروجي من البيت اتصل بي الوالد تاعي قال لي يعني ارواحي عاودي ولي للبيت، نعقد لك ونفتح لك وندير لك عرس عادي. فرجعت للبيت تاعي وعقد لي بابا وزوجني نورمال كما اي طفله. مورا زوجت يعني اكرينا انا والزوج تاعي وقعدنا، يعني كانت علاقه زوجيه عاديه كما اي وحده تزوج بالزوج تاعها. والزوج تاعي كان رافض يعني رفض قاطع انه يجيب ذراري. بعدها مدة 3 سنوات عايشة معاه. العقل برك. مدة 3 سنوات وانا عايشة معاه، وكما انا كما اي امرأة تزوج تحاول تدير ذراري. قلت لي انه انا يا الشي اللي على جاله خرجت من دارنا وقبلت نتزوج مع هذا السيد لقيت فيه رجلة. لما قال لك طيحي الطفلة ما نسحقش أنا منك أطفال، كيفاش تصنفي هذا التصرف؟ أسكو هذه رجلة بالنسبة لي؟ لا، ثم اكتشفت باللي هذا ماشي الشخص اللي نكمل معه حياتي. وكان بابا عنده حق في هدرة اللي هدرها. وموراها كي قال لي يعني مانيش محتاج هذا الطفل خبيت عليه.